دعمها للثوار والجيش السوري الحر. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عمار الحسن، عضو اتحاد تنسيقيات الثورة السورية. سيد عمار، بعد التحية، ماذا عن الانفجار الذي استهدف مطار المزدة العسكري بالعاصمة دمشق؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي العزيز، تحدثت المعلومات الأولية أن الانفجار استهدف حاجز لمساكن الفرقة الرابعة بسيارة مفخخة على طريق استراد بيروت دمشق، ولكن سرعان ما بدأت الأنباء تتحدث عن أن الانفجار استهدف نقطة عسكرية على أحد مداخل المطار العسكري في المزة، وسارعت وسائل الإعلام الموالي للنظام إلى التخفيف من حجم الخسائر، على الرغم من أن شهود العيان أكدوا تهافت سيارات الإسعاف إلى مكان التفجير الذي بدأ ضخما للغاية، وبعض الأشخاص زعموا أنهم مقيمون في البناء رقم 4 قبالة المطار. معلومات تفيد بأن قذيفة هاون سقطت على كراج البناية رقم 2. يحصل ذلك فيما تحدث إعلام النظام عن ما المسؤول عن هذه التفجيرات سيد عمار؟ سيد العزيز، لغاية الآن لم يخرج أحد ليصرح بهذا الانفجار، إن كان من الجيش الحر أو من جبهة النصرة، ولكن على الأكيد ومثل ما نعرف بأن جبهة النصرة هي التي تعمل على هذه الانفجارات الكبيرة التي تودي بالكثير من الجيش الأسدي الغادر، حيث يعني هل هذا يعد تطور في عمليات وفكر المعارضة إذا ما كانت جيش النصرة هو المسؤول عن ذلك التفجير؟ سيدي العزيز، الأنباء تحدثت عن 10 قتلى وفوق 50 جريح في هذه المنطقة، منطقة مطار المزدة التي هي مليئة بأنصار وجيش النظام الأسدي. جبهة النصرة هم الذين القادرون على اختراق هذه الصفوف الأولية في النظام، لأن الجيش الحر لا يملك ما تملكه جبهة النصرة، لأن جبهة النصرة لديها العقيدة والإيمان، وهم عندما يقومون بهكذا عمليات فهي عملية انتحارية وليست عملية هجوم مثل الجيش الحر الذي يقصف ويضرب، لأن مثل ما تحدث النظام الأسدي بأن سيارة مفخخة فجرت هذه المنطقة. إذن هذه العملية إن كان على حسب تعليمات النظام فإن السيارة المفخخة هي من أتباع جبهة النصرة التي هي تنفذ هكذا عمليات في سوريا. السيد عمار حسن، عضو اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. ونبقى مع الملف السوري، حيث